اتأخرت أوي، يا ريتني ما بعتها. يا ريتني ما وافقت. نعم مش زي البنات التانيين يا إبراهيم، ده وضع قعدها في البيت مخصوص قبل ما تاخد التوجيهية. أنا بصراحة خايف، خايف عليها. وأنا كمان خايف عليها يا محي. لو كنت عارف إن في أي خطر ما كنتش بعتها. افتح لها الباب يا محي. ايه يا نويل؟ لقيتيها؟ ايوه. وقال لك ايه؟ هيجيب البدله بكره الساعه 12. هيجيب البدله فين؟ هيستناني في ميدان الكوبري عند بتاع السجاير، هيفوت عليا ويديها لي على طول. انت بتقولي ايه؟ مش ناقص اللي انها تقابلهم في السكك، انا مش ممكن اسمح لها بكده. كفايه يا ابراهيم، كفايه لحد هنا. انا هروح اجيب البدله منه. ده هيديها لي ويمشي على طول. اخواتي البنات ما يقابلوش شبان في السكك. لو كان لك اخت كنت تطلب منها اللي بتطلبه من اختي؟ انا ماليش اخوات صحيح، لكن من ساعة ما دخلت البيت بتمنى اكون اخوكم. يا رواق. ايوه يا ماما. انت فين يا بنتي؟ انا هنا يا ماما. مالك ملهيه في ايه وسايباني لوحدي؟ مش جيتي من بره خلاص؟ ايوه. طب يلا روحي اقلعي جزمتك وشرابك وتعالي، احسن اختك لو يا بوزها مش راضيه تساعدني في حاجه. حاضر. مفيش حاجة. كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت عند فوزية، خفت لا تزورنا فرحت زرتها. لا يا شيخ علي أنا الكلام ده. أمال يعني هكون فين؟ مش عرفني، هو البيت ده الواحد بقى يعرف فيه حاجة خالص؟ إيه بس اللي مزعلك يا سامية؟ مفيش حاجة. خليك أنت في إبراهيم بتاعك. إيه اللي مزعلني؟ ولا حاجة، ده أنا مبسوطة، مبسوطة خالص. أنت بتفكري في واحد محكوم عليه بالإعدام، وأنا جات اسمتي في واحد بايظ ما كملش تعليمه. تعرفي يا سامية؟ أنا بيتهيألي إنك بتحبي عبد الحميد زي زمان. لو كان بيتهيألي كده تبقي غلطة أنا. خلاص بقى، أمال إيه اللي مزعلك؟ ده بابا حلف إنك مش هتتجوزي. طب كفاية بقى أنا وقال، سيبيني لوحدي، أنا مش عايزة أقعد مع حد خالص، روحي امشي بيك. سامية، أنت ما أكلتيش حاجة يا حبيبتي. الحمد لله شبعت. طب مش هتحلي يا بنتي؟ ما عنديش نفس. لازم سعد الحنين يتشرف. انا لا عايز اقابله ولا عايز اشوف وشه الجدع ده. قوم افتح انت يا نوال، انا هقابله واخد القهوه في اوضه المسافرين. مش هتقوم تقابله؟ لا بلاش، نستنى احسن لما بابا ينده لنا. انتوا مش قافلين بالمفتاح ليه؟ اتفضل. انت فطرت؟ فطرت الحمد لله. بابا في اوضه المسافرين. ازيك يا سماح؟ اتفضل يا ابني. ازيك يا عم؟ مش ممكن هقابله ابدا، روحي قولي لبابا كده، يجي يموتنا احسن. خليكي عاقلة امال، ده انت واخدة الحكاية جد قوي. يلا حبيبتي قومي سوي شعرك. ولا اقول لك خليه كده منكوش احسن، يمكن يغير رأيه. نوال، روحي يا بنتي اعملي كوباية شربات لابن عمك، ولا قدمي له سن هاري حتى. من عينيا يا ماما. ها يا عمي، قلت لها حاجة؟ قلت لها يا ابني. وقالت لك ايه؟ والله في الحالات اللي زي دي البنات بتسكت، والسكوت معناها الرضا، وما دمت انا راضي وابوها راضي يبقى خير البر عاجله. يعني ايه؟ يعني ايه رايك لو البسها شبكه بكره؟ بكره ونكتب الكتاب بالمره. ايوه يا ابني، بس الحاجات اللي زي دي عاوزه استعداد، الشربات والملبس والمعازيم. وماله وماله، انا اديها ودود. يا اخويا انت بتقول على نفسك ذكي ونبيه وتفهمها وهي طايره. الشهاده لله يا عمي. طيب ما تعرفش ان الحاجات دي يستحيل تتم طول ما ابراهيم موجود عندنا؟ ايوه صحيح. هو الاستاذ ابراهيم فين؟ مش باين. عاوز اشوفه واسلم عليه علشان يحصل لي الشرف. انت لهم يا نوال. اتفضل يا ابني. عشت يا عم. وهو الاستاذ ابراهيم هيسيب البيت امتى يا عمي؟ والله علم علمك، عن اذنك اجيب الجورنال بتاعي. اتفضل يا عمي. خير يا زاهر؟ في حاجه؟ جايه تنفس شويه، اما دمه تقيل بشكل. اهلا اهلا اهلا، انا سعيد جدا اني بتعرف بالبطل الكبير اللي انقذ البلد من الخونه. اتفضل. اهلا وسهلا. تشرفت.
الشرف لينا. وارجوك من النهارده وطالع تعتبرني زي محي تمام. اي حاجه تفتكر اقدر اعملها لك قول لي عليها وانا اقطع نفسي حتت علشانك. شكر. العفو. انما تعرف انه ما كانش في حد ابدا ممكن يصدق انك انت مستخبي انا؟ ده انا نفسي لما شفتك بعينيا الاثنين دول برضه ما صدقتش. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ يا اخي شوف لك سيره تانيه. حاضر يا عم. اخبار البلد ايه؟ الاخبار زفت. باعوا البلد للانجليز في شربة ميه. الواحد مش عارف يعمل ايه. نفسي الاقي شويه جدعان زي كده واحنا مطربعه على دماغهم. يا سلام لو تتنازل وتخليني اساعدك انا اسوي لك الهوايل. يا سلام. من امتى بقى الوطنيه دي كلها يا استاذ عبد الحميد؟ اسمع روحي انت ما تعرفنيش كويس، تفضل ساكت. زي ما بقول لك يا استاذ ابراهيم انا نفسي اكون دراعك اليمين دلوقتي وبعدين حتى لما تسيب البيت. على فكره انت هتسيب البيت امتى؟ بعد اسبوعين. ياه اسبوعين؟ لما يروق الجو خالص. على موت ما انت هنا انا تحت امرك. اي خدمه انا مستعد. انا متاكد من كلامك وفي خدمه فعلا. امر. قبل تعرف حد في البوليس؟ ليه؟ عايز اسال على جماعه من اصحابي واشوف اخبارهم ايه؟ اعتقلوهم ولا لا؟ في ضابط في المحافظه حبيب الروح بالروح، عاوز تسال على مين؟ عبد الحميد ملوش دعوه بالحاجات دي. يا سيدي انت ايه اللي حشرك بس؟ عايز اسال على محمد المرتضى وسمير ايوب. محمد المرتضى وسمير ايوب. خلاص اول فرصه هجيب لك خبرهم. قصدي اخبارهم. فاهم. انا هتكل عليك في كام خدمه فعلا في بحر الاسبوعين اللي انا قاعدهم هنا. بس ارجوك وانت بتسال صاحبك الظابط ده ما تبينش اهتمام زياده عن اللزوم، يعني اساله بالراحه كده. خد يومين ثلاثه اربعه حتى المهم ما يشكش ابدا. من الناحيه دي اطمن. عن اذنكم. على فين؟ رايح اشرب يعني. انت ايه اللي عملته ده؟ لازم اكسب ثقته. طيب يا ابني مش يمكن يروح يبلغ عن اصحابك؟ ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ ماليش اصحاب بالاسامي دي. امال فين سامر؟ جوه فوريتها. ازيك يا بنت عمي؟ انت مش قاعده معانا ليه؟ لا انت متجوزه كده ليه؟ سيبني في حالي. ايه اللي مزعلك؟ ابعد عني لان دهلك بابا. هو عمي قال لي حاجه؟ يا ريته ما كان قال لي حاجه خالص. ليه بس يا سامي؟ مش ده اللي كنا عايزينه طول عمرنا؟ مش ده اللي كنا راسمينه سوا؟ ايه اللي غيرك؟ فاكر زمان لما كنت بجيب لك بسكويت كنا بناكله سوا؟ دلوقتي هجيب لك بيت بحاله وكل لقمه ناكلها سوا. زمان كنت بتسرق البسكويت من بتاع البندور، دلوقتي تقدر تقول لي هتسرق لي البيت منين؟ اسمعي يا بنت انت بلاش طول لسانك. على العموم انا عذرك. انا عارف انك انت ما بتتكلميش بلسانك. بتتكلمي بلسان العيله. العيله اللي ظلمتني وظلمتك معايا. محدش ظلمك. انت اللي فضلت داير ثلاث سنين في الكباريهات لحد ما ضيعت من ايدك الشهاده. اعوذ بالله، رجعت في الشهادات. يا ستي. حاضر. هذاكر من اول وجديد. هجيب لك مليون شهاده. بس على شرط. ايه هو؟ تذاكري معايا. وسمعيني درس الدرس. ابعد عني يا سافل. لو كنت سافل كان زماني بجيب لي 5000 جنيه. تليفون صغير لهمام بيه بتاع البوليس السياسي. ويبقى بجيبي 5000 شهادة من البنك الأهلي. وتودينا كلنا في داهية؟ ده لو كنت سافل زي ما بتقولي. خلاص يا سيدي. أنا مصدقة إنك بطل وإنك شهد. تسمح بقى. سامي. سيبني لوحدي يا أخي أنا. هو يعني بالعافية. سامي. أرجوكي. اضحكي. ابتسمي ولا مرة. حاضر. أديه الحتة. اتفضل بقى. اتفضل. بس هشوفك بكرة. مش عايز اشوفك لا بكره ولا بعده ولا اي يوم تاني بعد كده. هتشوفيني بكره وبعده كل يوم من عمرك. مش عايز اشوفك ولا بكره ولا بعده ولا اي يوم تاني.
يعني وانت بتموتي في دبابيب رجليك. يا سلمى كده عشان سحور. أنا مش نايم. أنا كمان عيني ما غمضتش. ليه؟ كنت بفكر في عبد الحميد وفي هروبك وفي الكلام اللي قلته لي على فتح المليجي. إبراهيم أنا موافق إني ناوي تروح بكرة تجيب لك البدلة. بإذن الله عند المدفع هبقى ملازم أول. النهارده؟ أيوه. اسمع إبراهيم، إذا ما كنتش متأكد من العملية دي بلاش، خليك قاعد معانا لحد ما تطمن، يوم ولا يومين زيادة مش هيفرقوا. شكرا يا محي، لكن أحسن نسيب البيت. أتأكد إن عمري ما هنسى اليومين اللي قعدتهم معك. أنقذت حياتي، مش ممكن أنسى جمايلكم. المهم إنك تكون مطمن على نفسك ونكون إحنا مطمنين عليك. عمري ما هطمن على نفسي ولا حد يطمن عليا. اللي أرجوه منك بلاش تقول الحكاية دي لوالدك إلا في آخر لحظة، عشان كل شيء يمشي طبيعي، عشان يعرف ينام. نواف تعالي كلمي ابراهيم، عاوز منك خدمة. الظابط ما يصحش يكون فيها حاجة مقطوعة. هي فين؟ ليه بس يا نوال؟ طبعا ما يهمكش، ما يهمكش حاجة، هيهمك ايه يعني؟ بس هي بس ما يهمنيش.
حاجة تهمني في الدنيا إلا أنت. لو كان بيهمك بصحيح ما كنتش نسيب البيت غير من لما تقول لي أنت رايح فين. أطمن عليك إزاي؟ ده أنا حتى بيتهيألي إنك خايف مني. أنا خايف عليكي. أنا خايف عليكم كلكم. أنا حياتي كلها خطر. قبل ما أعرفك يا نوال كنت إنسان تاني، ما كنتش أعرف معنى الخوف. من يوم ما دخلت البيت ده، من يوم ما عرفتك، أصبحت خايف. خايف عليكي، من مستقبلي، من المتاعب اللي بجراها ورايا. كفاية اللي استحملته عشان خاطري اليومين دول. أنا ما بيهمنيش الخاطر، بيهمني إني أطمن عليك. يمكن تكون عايز حاجة، أقدر أعملها لك. أنا مش جبت لك البدلة، يمكن أقدر أجيب لك حاجة تاني. أحلف لك إني بعد ما أخرج من البيت ده مش عارف أروح فين، مش عارف. لازم في طريقة توصلني لك. قول إنك مش واثق فيا، قول إني مهمكش. نوال، إيه الفايدة؟ مش هتصلحي البدلة؟ نوال اسمعني، في طريقة واحدة. بعد ما اسيب البيت تستنيني كل يوم اتنين وكل يوم اربعة في ميدان عبد المنعم الساعة 11. اذا كنت في مصر حجيلك، ولا هبعتلك حد يطمنك عليا ويقولك انا فين. دي الطريقة الوحيدة. انا مش عايزة اكتر من كده. وحشتك؟ سي لسه زعلانة مني ولا ايه؟ يا خبر، ودي تيجي هو نقبل؟ اثبت يا سيادة الإدارة. ازيك يا محي؟ السلام عليك يا أخي. نعم، عاوز ايه؟ فين إبراهيم؟ جوه في أوضتي. عاوز حاجة؟ عاوز أكلمه في حاجة. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. أما أنا إمبارح سهرت سهرة وطنية للصبح مع الظابط اللي قلت لك عليه، وهيجيب لي اسم المعتقلين كلهم. ان شاء الله. شد حيلك، انت بتعمل لي خدمه كبيره قوي. النهارده بالليل هديك اسامي ناس تانيين، ويمكن اطلب منك تتصل بيهم. انا رهن الاشاره. متهيألي انك بتطلب من عبد الحميد حاجات ما هوش قدها. يا اخي انت مالك؟ هو انا كل ما اتكلم مع الراجل بتتعشر؟ هل تعتقد ان انا مش قدها يا استاذ ابراهيم؟ لا لا، بالعكس يا عبد الحميد، انت قدها قدود. قول لي انت جاي على الفطار النهارده؟ لا، لو كان صاحبك عسل. لا لا ابدا، ان كنت عاوز تيجي تعالى. انت عارف يا مرحي انا ما عنديش مانع، بس عمي كلمه كده كلمه كده. اقول لك تعالى بكره احسن. بكره؟ طيب ان شاء الله، وهجيب لكم معايا اخر اخبار. اي والله، مع السلامه. سلام. على فكره يا استاذ ابراهيم، عاوز اسالك سؤال محيرني شويه. نعم. من امبارح وانا بساله لنفسي، انت ليه عملت كده؟ ليه ضحيت بمستقبلك وبحياتك وبراحتك من غير اي مكسب؟ الرد بسيط يا عبد الحميد، ويتلخص في كلمه واحده. ايه هي؟ الايمان. لو كان لك مبدا تؤمن بيه كانش السؤال ده يحيرك. الايمان. شك. انا نازل يا بنت عمي. مع السلامه. ليه؟ اكتب بس عشان خاطري.
خد اللي بخطك وانت تاخد اللي بخطي وتخليها معاك. اوعى تطيعها. بابا كل ما يجي يسافر هو وماما يكتبوا ورقه زي دي علشان يرجعوا تاني لبعض. ايه واقف كده ليه؟ ابراهيم هيسيب البيت النهارده. بتقول ايه؟ ابراهيم هيسيب البيت. امتى؟ الساعة كام؟ الساعة 2 اضرب المدفع بالظبط. اعمل حسابه؟ مطمن انه لما يخرج مفيش أي خطر؟ أيوه، هو راسم خطة وهيمشي عليها. ولما هيخرج من هنا هيروح فين؟ مش عارف والله، كل اللي اعرفه ان جماعه من اصدقائه منتظرينه. ربنا يكتب له السلامه. خد يا محي، ادي له دول يمكن يحتاج لهم. كتر خيرك يا بابا. هي والدتك عرفت؟ لا، حضرتك اول واحد يعرف. احسن تقول لها يا ابني. يقول لي على ايه؟ يا اختي بتتكلمي؟ انتوا مخبيين عليا حاجه ولا ايه؟ ابراهيم هيسيب البيت النهارده. ايه؟ يسيب البيت؟ ليه يا ابني؟ زعل من حاجه؟ ده حتى خلاص بقى واحد مننا. محي. ايوه ماما. هو ابراهيم معاه مصحف ولا لا؟ ما افتكرش. طب يا ابني خد المصحف ده. دي هو ربنا يحفظه ويرجعه لوالدته بالسلامه يا رب. قلبك فيه الخير يا ماما. اقدر اسلم على عمي دلوقتي؟ بابا بعت لك دول يمكن تحتاج لهم. ابراهيم ده مش وقت كسوف. انا هفضل طول عمري حافظ جمايلكم. المصحف ده من ماما. ربنا يخليها لك. فاضل قد ايه على المدفع؟ ربع ساعة تقريبا. طب يلا بينا. أفضل أسلم عليكم دلوقتي وأنزل وأنتوا بتفطروا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف وشك بخير يا سناء. أنت هتمشي النهاردة؟ بإذن الله. مع السلامة يا إبراهيم. خد ملك من نفسك عشان خاطري. نويت يا ابني؟ استغفر الله يا ابني، استغفر الله. العمر
العفو يا ابني، ربنا يحرسك ويحفظك. الواقع مهما قلت مش هعرف اشكرك، مش هعرف اشكركم. كفايه ان اقول ان انا جيت هنا وانا خايف انكم تطردوني، انما لقيت في البيت ده وطنيه وشهامه ما لقيتهاش في اي حته طول حياتي. مفيش داعي تقول الكلام ده يا ابني، احنا عملنا الواجب بل اقل من الواجب. المهم عندنا سلامتك. ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.